وينضم إلينا أيضا ولكن من لندن أكرم عطلة الباحث في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد أكرم. إلى أي مدى هذا التحقيق الذي أجرته هيئة البث الإسرائيلية يظهر هشاشة النظام الأمني والاستخباراتي والعسكري أيضا الإسرائيلي؟ يعني صباح الخير لكم ولجميع السيدات والسادة المشاهدين. هو منذ اللحظات الأولى كان هناك عادة الفشل يفتح على كثير من السادات. منذ اللحظات الأولى إسرائيل بالنسبة لها سلاح الجو هو السلاح الأقوى القادر على حسم كل المعارك، القادر على حماية إسرائيل وضربها. في اللحظات الأولى كان هناك تساؤلات عن غياب سلاح الجو، وبشكل عام إسرائيل كلها كانت تنام على غرور القوة ولم تصدق كل التخبيرات التي رفعت إلى أكبر القادة الأمنيين عن ربما نوايا لدى حركة حماس. حتى التخبيرات كانت قبل 7 أكتوبر وقبل سنوات من ذلك، ومع ذلك إسرائيل كانت تعتقد أنه لديها من القوة ما يمكن أن يردع. يعني كانت تذهب للأعياد بفكرة أن حماس مردوعة ولا أحد يجرؤ على النيل من إسرائيل رغم تلك التخبيرات، ولا أحد يجرؤ على الوعد. هذا الذي جعلها، وخاصة أنه سبقها مفاوضات ووعد إسرائيلي باستئناف المفاوضات من حركة حماس وبعد الأعياد زيادة الأموال وزيادة عدد العمال، هذا الذي كان يجعلها على قدم. لكن هذا طبعا هي ضحية غرور القوة وضحية العقل المسكون بهاجس القوة. نعم. واللي ليس لديه سوى هذه الجملة يكررها دائما، القوة ثم القوة. السلاح الطيران منذ اللحظة الأولى كان هناك تساؤلات. نعم هو تأخر وكان هناك ربما أنه قائد سلاح الطيران بعد 3 أيام على التوتر كتب مقالا يبرر فيه الموقف. قال إنه في تساؤلات عن سلاح الطيران أين كان، لكنه قال إنه سلاح الطيران أعمى يحتاج إلى توجيه من الأرض. نعم. يحتاج إلى أهداف يضعها غيره بدقة ولا يستطيع أن يضرب لوحده، لأنه خاصة أن هناك كان التحام بين المقاتلين الفلسطينيين وجيش إسرائيلي وأهالي البلدة، وبالتالي لا يستطيع أن يضرب سلاح الجو يعني ضربات عشوائية، وبالتالي سيقتل جنود إسرائيليين ربما. وهذا في شيء من المنطق يعني تدريج غيابه إلى أن استعادت بعض توازنها شركة قطاع غزة، وخاصة أن الضربة كانت لشركة غزة وهي المسؤولة عن إعطاء السلاح الجو للأحداث، وشركة غزة كانت قد أبيدت بشكل شبه كامل يعني ما بين قتيل وأسير وجريح. الهجوم عليها كان يعني حركة حماس ضربت شركة غزة، نعم، وبالتالي أحدثت شللا لهذه الفرقة، وبالتالي حدث شلل إلى أن استعيد الوضع في إسرائيل بعد ساعات طويلة. لكن أنه لم يكن يعرف أن هناك احتفال بعد 10 ساعات يعني فكرة أيضا أستاذ أكرم عدم تدريب سلاح الجو على سيناريوهات هذه الحرب أو الحرب والهجوم البري في غزة لمدة 10 سنوات، يعني هذا أمر بالغ الأهمية أيضا، وربما يكون له مدلول وانعكاسات أيضا على حكومة بنيامين نتنياهو المأزومة. هو صحيح تتكشف قضايا كثيرة وتتكشف ما هو أكثر، يعني أهالي منذ أيام كان هناك احتجاج من قبل أهالي المجندات المكلفات مراقبة الحدود، واللواتي رفعن أكثر من تقرير خلال الأسابيع التي سبقت 7 أكتوبر والتي شهدت فيها بعض تحركات لحركة حماس تنذر بدخول الحدود واجتياح الحدود. إسرائيل لم تكن تتصور، بمعنى أنه كانت تستبعد تماما وكانت تعتقد أنه حركة حماس يعني في السنوات الأخيرة كان يهمها نظام الحكم وتثبيت نظام الحكم وتبحث عن أموال وتبحث عن العمال، وليس لديها من الجرأة ما يمكن أن تذهب بعملية كبيرة بهذا الحجم يمكن أن يحكمها. بالتالي كان هناك تقديرات لدى إسرائيل تقديرات خاطئة، هذا جعلها
تتنكر لكل التقارير التي رفعت حتى أن ليبرمان الذي كان نعم. طيب أخيرا وسريعا أستاذ أكرم، هل من المنتظر في الأيام القادمة في أعقاب الإعلان عن نتائج هذا التحقيق أن يتم تقديم بعض الشخصيات العسكرية الإسرائيلية للمحاكمة في هذا الصدد أم ماذا؟ هو نحن نتوقع مع اقتراب عام على الحرب، يعني هرتسي ليفي طبعا لن يتم التجديد له، وبالتالي إما أنه يقدم استقالته، وهو ذكرت بعض وسائل الإعلام هرتسي ليفي رئيس الأركان أصر لبعض المقربين أنه تقترب موعد نهاية رئاسة الأركان حتى يتم تجديد أحد غيره، لأنه في مشكلة لدى إسرائيل. عادة نائب رئيس الأركان يكون أقرب لتولي رئاسة الأركان، لكن نائب رئيس الأركان متهم بنفس التهمة، بمعنى أن كل القيادات الإسرائيلية متهمة. قائد سلاح البر قدم استقالته، رئيس الاستخبارات أيضا قدم استقالته، رئيس المخابرات والموساد شبه وضع استقالتهم انتظران انتهاء الحرب، ولكن طالما الحرب طالت بهذا الشكل يمكن أن نحن من تغيير كامل المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي شهدت 7 أكتوبر ستغادر وبعد في الفترة المقبلة ستغادر في فترة قريبة وبعد أن تشكل اللجنة التي يمطن نتنياهو تشكيلها يمكن أن تبدأ المحاكمات حتى التحقيقات اللجنة. شكرا جزيلا لك، كنت معي من لندن الأستاذ أكرم عطلة الباحث في الشؤون الإسرائيلية.